وحول الموضوع تنضم إلينا المحامية عبير بكر، حقوقية ومستشارة قانونية. أهلا وسهلا بك المحامية عبير. إذن أين يقف ملف المغدورة وفاء عباهري اليوم؟ ما زلنا في مرحلة سماع الشهادات. حتى الآن سمعت الشهادات المركزية في القضية. النيابة اختارت أن تبدأ مع شهود العيان، بمعنى من تواجد وقت الحدث، من رأى المتهم متربصاً منتظراً لزوجته لطليقته، من أقدم وحاول منع المتهم من الاستمرار بطعن المغدورة وفاء عباهري، كل شهود العيان. هذه المجموعة من شهود العيان تم سماع شهاداتها. الآن اليوم كانت هنالك شهادات من نوع آخر. اليوم مثل أمام المحكمة شهادات من أخصائيين اجتماعيين، الأبرز منها الشهادة المركزية والخطيرة برأيي كانت لعاملة اجتماعية من الشرطة. نعم. التي أقرت واعترفت بأنه 3 أسابيع قبل مقتل وفاء عباهري الشرطة قررت دون أي مبرر، دون أي مؤشر إيجابي، بأن تزيل أو أن تعلن وتعرف المغدورة كمن ليست تتواجد في دائرة الخطر، بمعنى أنها أزالت عنها الحماية وفقاً لتعريفها. وهذا إصبع اتهام للشرطة أيضاً يعني. طبعاً حينما سئلت العاملة الاجتماعية، الأخصائيين الاجتماعية، لماذا قمتم بتعريفها أو بإزالة تعريفها كمن تتواجد في دائرة الخطر؟ قالت لأنها لم تقدم شكاوى في الفترة الأخيرة، وهذا طبعاً ما لاقى انتقاداً أيضاً من القضاء، لأنه لا يعقل أنه امرأة أنتم تعلمون جيداً أنها في خطر، أنتم تعلمون جيداً أن طليقها يهدد كل من يتواجد في محيطه. نعم. عملياً ولا توفرون لها الحماية، ولا توفرون بل ولا تخبرونها أيضا بأننا أزلنا عنك تعريفك كمحمية. يعني كان نعم. بالإمكان إطلاعها على الموضوع، وساعتها المغدورة كان بإمكانها أن تقول إنني ما زلت في خطر وأريد هذه الحماية. نعم، للأسف يعني. ولربما هنا تكمن أهمية الوقفة الاحتجاجية التي كانت اليوم أمام المحكمة. ما أهمية الضغط الشعبي على المحكمة في هذا الملف والملفات المشابهة لقتل نساء أخريات كي تحقق العدالة المرجوة؟ تخيل لو أننا لم نتواجد في المحكمة اليوم، وتخيل لو أننا كنا من نوع العائلات، أو لو اختارت عائلة عباهري أن تكون من نوع العائلات غير الناشطة غير الفعالة، بمعنى أن تنتظر النيابة أن تقوم بعملها، وأن تهاتفها النيابة بعد سنتين أو 3 وتقول لها إننا استطعنا إدانة أو تبرئة المتهم. تخيل ذلك، إن كنا في هذا السيناريو لما كنا سمعنا اليوم تفاصيل دقيقة عن موضوع حماية الضحية. المثول أمام المحكمة، وإن لم تكن لدينا مكانة مباشرة، لأنه نحن لسنا واحد من الطرفين، الأطراف هم النيابة العامة والمتهم. لا. نحن نجلس في المقعد الأخير من القاعة، ولكننا نحن الطرف الأهم من كل هذا الموضوع. نعم. لأنه الثمن الذي دفع، هو العائلة دفعت الثمن الباهظ، وهي حياة ووفاء بالأساس، والحديث عن حادثة قتل. ولكن التواجد بالمحكمة هو بالأساس يأتي لكي نقول للمحكمة وللنيابة، نحن هنا نشغل منصب الرقيب الأعلى على عملكم. نحن سنواكب كل الجلسات لنعلم، أولاً لنسمع الشهادات، لنستمع إلى كيفية عمل حتى الشرطة. أنا بدي أعرف كيف الشرطة قامت بعملها بأدائها. نعم، سؤال أخير عبير، يعني الادعاء ربيع كناعني قاتل وفاء بأنه لم يقصد قتلها عملياً، تثير لديكم تخوفات معينة لربما أن لا ينال أقصى جزاء. ما هي أبرز التخوفات لديكم؟ حسب ما يعني سمعنا حتى الآن، خط الدفاع يميل إلى تبني موقف
بأن الحديث عن الشخص يعترف أنه هو الذي تواجد في المكان، ولكنه يقول إن الضربة القاضية والطعنات التي أودت بحياتها ليست بسببي، أنا ربما قصدت إيذائها فقط ولكن لم أقصد أن أقتلها. ومن قام بدفعي والضغط على صدر المرحومة كان الشبان الذين أتوا وحاولوا صده عن الاستمرار بعمله. هذا خط الدفاع حاليا، وهذا يعني قانونيا بأن المتهم يطمح ألا يدان بالقتل المتعمد مع سبق الإصرار، إنما بالقتل الملطف، بمعنى أن العقوبة في هذه الحالة لن تكون حصراً السجن المؤبد مدى الحياة، وإنما بإمكان المحكمة أن تنزل بحقه عشرات السنين، يعني ممكن 20 سنة 25 سنة 30 سنة من السجن الفعلي، ولكن هذا يختلف، ما زال يختلف طبعا عن السجن مدى الحياة. نحن نقول إن الحديث عن جريمة مدبرة مخططة وقتل متعمد، لذلك يجب على المحكمة بعد سماع الشهادات إنزال أقصى العقوبة. نعم، وهذا ما شاهدناه جميعا يعني في الفيديوهات التي كانت يعني واضحة لعملية القتل البشعة هذه. أود أن أشكرك جزيل الشكر المحامية عبير بكر الحقوقية والمستشارة القانونية، شكرا جزيلا لك.